وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور أحمد محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. بداية، منظمة أطباء بلا حدود تقول إن العمليات العسكرية خلفت قصورا كبيرا في القطاع الصحي العراقي، كيف تصفون وضع المنظومة الطبية في العراق؟ اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بمشاهديكم الكرام، حياكم الله. حياك الله. استاذي الكريم، بالنسبه لموضوع يعني حاله الاطباء ما بعد 2003 حقيقه، نعم، بدات اخي موجه كبيره في البدايه من نوع من حرب ضد الملاكات الطبيه، وبالتالي هذا بدا يسبب نوع من الهجره باتجاه الخارج، واثر بشكل كبير على عدد الملاكات الطبيه التخصصيه في العراق. نعم، وضع المنظومه الطبيه في العراق اخي الكريم خلال الفتره الماضيه يعني يندى له الجبين، ولا نعرف حقيقه اذا كان هذا يبقى الى مستوى المؤامره على الشعب العراقي ام لا، لكن انا اظن ان هذا يعني يرتقي الى مستوى مؤامره على الشعب العراقي، قد يكون الهدف منها إلهاء هذا الشعب المسكين عن طريق إشغاله بالأمور الطبية والصحية التي تعتبر يعني أبسط حق للمواطن العراقي لكي يعني يعيش حياة كريمة وطيبة. نعم. طيب، الصليب الأحمر يقول إن مهنة الطفل في العراق هي الأكثر تعرضا للعنف، ويحذر من تصاعد العنف ضد الكوادر الطبية العراقية. برأيكم هل هذا الاستهداف ممنهج ومقصود؟ الواضح من طريقة والأسلوب الذي تستعمله إذا كانت العصابات الإرهابية أو العصابات الإجرامية أو الميليشيات، وكذلك الطريقة التي يتم بها استهداف هذه الكوادر، وخصوصا الكوادر التخصصية في تخصصات دقيقة العراق لا يمتلك الكثير منها، يبدو أنه ليس فقط بشكل ممنهج، وإنما أنه بشكل مدروس، هدفه التأثير على فعالية القطاع الطبي في العراق ودرجة استعدادياته لمعالجة المرضى بشكل كامل. كيف ترون حالة المستشفيات في العراق قياسا بالمواصفات العالمية للجودة الصحية؟ مع الأسف أن الإجابة على مثل هذا السؤال هي أنها لا يوجد مقارنة ما بين حالة المستشفيات في العراق وحالة المستشفيات عالميا، وحتى في القطاع الخاص. المشكلة أخي الكريم في العراق أنه بعد 2003 بدأ العراق يواجه حالة ممنهجة مدروسة، مثل ما سبقت وأنا أكرر من جديد أنها قد تكون مؤامرة على هذا الشعب عن طريق استهدافه في القطاع الصحي، وأهم شيء في القطاع الصحي بطبيعة الحال هو المؤسسات الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية. هذه القطاعات في العراق شهدت إهمالا متعمدا، وإهمالا لصيانتها، إهمالا للتجهيز، وسوءا في التجهيز ونوعية التجهيز، مما أدى إلى حدوث يعني ليست فقط كارثة وإنما انهيار كامل في كل المؤسسات الصحية العراقية مع الأسف. فلا يمكن أبدا أصلا أن نسأل ونقول يعني هل هناك يعني هل نستطيع أن نقارن عفوا ما بين العراق والدول الأخرى في مسألة المؤسسات الصحية. نعم، الإحصائيات تتحدث عن أن العراقيين ينفقون 6 ملايين دولار شهريا على العلاج في الخارج. برأيكم من هو المسؤول عن إنفاق هذه المبالغ؟ أخي الكريم، السؤال واضح ومباشر. المسؤول عن إنفاق مثل هذه المبالغ وضياع العملة الصعبة، وأيضا تحمل المواطن لمسؤولية علاج أمراض يجب أن تتحملها، هو الحكومة العراقية. الحكومة العراقية أو دعنا نسميها الطغمة الحاكمة بعد احتلال العراق بعد 2003 سببت أذى كبيرا للمواطن العراقي، وكانت سبب مباشر في إجباره على الخروج خارج العراق لإجراء فحوصات قد تكون في بعض الأحيان أجهزة بسيطة. يعني كان ممكن أن الحكومة العراقية وزارة الصحة العراقية، كان من الممكن هذه الوزارة التي تعاقب عليها
تعاقبت الحكومات عليها منذ 2003 ولحد هذا اليوم كان من الممكن أن تجهز الأجهزة المطلوبة، الأجهزة الضرورية وتجهز المستشفيات، لأننا ليس لدينا في الأصل خلل في طريقة التدريس وليس لدينا قلة في الكفاءة، المشكلة هي في التجهيز والإدارة. والحكومة العراقية ومتمثلة في وزارة الصحة المسؤولة عن هذا القطاع هي مسؤولة بشكل مباشر عن ضياع هذه الأموال وخسارة المواطنين لأموالهم. الطبيب العراقي الدكتور أحمد محمد كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.